كما سمعت الخبر تاع البارح، لو جوج ما وقفش على لا دوموند نتاعي. اوكي، سو هذاك علاش البارح انا كتبت في انستغرام نتاعي نحب روحي في الحبس. نحب روحي في الحبس خاطر حتى واحد سمعني، انا تو قاعد في تونس عندي تو شهرين، حتى واحد ما سمعني، حتى بروكيور ما سمعني، حتى الجوج ما سمعني، فما كان لافوكا نتاعي يسمعني ويدافع عليا. اوكي، سو توا راني توا ماشي نصور مع هلا ليميسيون في الحوار التونسي، راني ماشي توا باش نصور وباش تتعدى سامدي، باش نقول لكم حاجه. اوكي، انا سوا تحطوني في الحبس سوا باش نعمل حاجه لجبايه. حتى واحد ما سمعني في الحكايه متاعي. اوكي، حتى واحد ما سمعني، لا جوج لا بروكيور سمعني. انا قاعد معاكم في تونس ما عرفتش علاش، وكيفاش نقول لكم ما عرفتش علاش قاعد، عندي ناس لازم نخلصهم، عندي ديار لازم نخلصها، ما عرفتش علاش قاعد معكم، ما عرفتش علاش مكلوم، حتى الجيج ما يعرفش علاش، وحتى البروكيور قالك بالرسمي اللي حتى واحد سمعوا، حتى واحد سمعني. سو انا جادريس سو ميساج ا مسيو لو بريزيدون، او جيج، او بروكيور، حطوني انا في الحبس، كوم سا انا قاعد في الحبس، او موا انا في الحبس، او موا انا نتعارك على حاجه باش نخرج في الحبس، خاطر انا تو ما عرفتش علاش نتعارك، علاش انا نتعارك في تونس. Why I fight here in this fucking country? Why? So باش نقول لكم حاجه، راه باش نعمل حاجه وتفكروا شنو قاعد نقول لكم، تفكروا شنو قاعد نقول لكم، راهو حتى واحد ما سمعني وانا قاعد في تونس. I don't know why، ما عرفتش علاش. دوسي فارغ فارغ كي دوسي كريتو، دوسي كريتو اناليز بانكير تاع البي اش و تاع البنك سنترال، كريتو كريتو الدنيا كل، دوسي فارغ، يا ريان دي تو. انا توا نحب نعرف علاش قاعد في تونس، قولوا لي نتوما علاش قاعد انا في تونس. Why I stay here in Tunisia؟ Why؟ So باش نقول لكم حاجه، راهو باش نعمل حاجه ما تتسمحش، باش نعمل حاجة ما تتسمحش لو كان حتى واحد يسمعني. اسمعني، ما نكيفش ما نشربش، باش نعمل حاجة ونجم نخلي حياتي على حاجة هذية، باش الناس كما أنا دون لو ميم كا كو موا ما عادش تصير، وسجلوها فيديو اللي قاعد نقول لكم عليها. راهو الناس راهو يهربوا فينا، الدولة تهرب فينا، والناس الكل يهربوا في الناس لي زانفستيسور، الناس الكل يهربوا، الناس اللي من امريكا كما انا، ولا من فرنسا، ولا من الالمان، ولا من سويسيا، ولا من اللي تحب، ولا من اسبانيا، الناس الكل يجيو في تونس ويندموا علاش يجيو في تونس، خاطر الدوله تعمل فيهم هكا ويكرهونا من تونس ويكرهوا. انا اسمعني، تنجم تكرهني اللي تحب، تونس ما نكرهاش، نحبها ونموت عليها ونموت عليكم، ما باش نقولكم حاجه، باش نعمل حاجة والفيديو هذا باش تتعبط في العالم الكل، باش نعمل حاجة وتنخلي حياتي باش الناس اللي دون لو ميم كاك موا ما عادش تصير. ربي يحرقني بالنار قدام الله، حتى واحد سمعني في الحكاية متاعي، با دو جوج لا الرئيس لا حتى واحد سمعني، حتى بشر سمعني. انا متعديت التلفزة على باش نحكي، عندي توا 6 شهور وانا فلوسي بلوكي في البنك سنترال، علاش فلوسي بلوكي عندي 6 شهور؟ ازاك علاش تعديت التلفزة؟ والناس قالوني بعد 24 ساعة انترديكسيون دو فواياج، علاش؟ والمحامي متاعي مشى يشوف الجوج وقالوا راو ريان في تونس تحب نجيبهولك، الجوج قالوا لا.
بعد كي تغادي التلفزه الجيج عمل الجيج اللي الافوكار تاعي مشالو وقالوا لو كان تاب فما ريان موجود في تونس نجم نديهولك قالوا لا ما حاجتيش بيه لو لوندومان هو بيدو عمل لي لانترديكسيون دو فواياج توا باش نقولكم حاجه رامي جامي في حياتي باش نسب الرئيس خاطر انا نموت على تونس ونموت على الناس الكل وانا متربي ومن منسبش حتى واحد راو الميساج زي الشعب الكل تاع تونس نحس بيكم شنو انتم تحسوا ونحس بيكم في قلبكم شنو انتم تحسوا خاطر شو انا لبس عليا وانا اغني من الناس الكل من فوق I'm a billionaire no millionaire billionaire انتوما فقراء وشوفوا انتوما شنو الدولة كاها تعملكم ما لا تصور انا لبس عليا والدولة كاها تعمل هذايا باش نقولكم حاجة وربي يحرقني بالنار باش نعمل حاجة ست سمان باش نعملها ست سمان لو كان حتى واحد يسمعني لو كان حتى جيج يسمعني لو كان حتى بروكيرور يسمعني لو كان سي الرئيس قايد الشبسي نحبه ونموت عليه الرئيس متاعنا تاع بريزيدون دو لا ريبوبليك تاع تونس الميساج سو ميساج تادريس او بريزيدون دو لا ريبوبليك تونيزيان انا نموت على بلادي انا نعيش في امريكا انا نعيش في امريكا ونموت على بلادي ونموت على تونس يا الرئيس مسيو لو بريزيدون افيك تو لو ريسبي كو جو فو دوا نحب نقابلكم نحب نشوفكم نحب واحد يسمعني خير باش نعمل حاجه انا جبت فلوسي في تونس وانتوما سكرتوني كونت متاعي بلوكي متاعي اسمعني انا جيت اون سيمين فاليزا اون سيمين حواجي نلبس كيفاش ناكل كيفاش كلي كيفاش ناكل اوكي جبت معايا فلوس مي حتى وقتاش باش نقعد انا في تونس حتى وقتاش انا قاعد في تونس قولي حتى وقتاش انا قاعد في تونس نعيش في امريكا في ميامي قالوني نحن جنسيه تونس وتا نجمو ندخلوا عليها كيفاش نعمل توا سو ميساج سادريس او بريزيدون دو لا ريبوبليك تونيزيان مسيو لو بريزيدون راهو باش نعمل حاجه وربي يحرقني بالنار باش نعمل حاجه وتنخلي حياتي كم سالي جون كي سون دون لو ميم كا كو موا ما عادش تصير نخلي حياتي كل نخليها على خاطركم باش هذايا سو كالا ما عادش يصير سو ميساج تادريس الشعب الكل التونسي اتوت لي فامي اتوت لي تونيزيان كلكم انا قاعد في تونس عندي شهرين انا امريكان وعندي باسبور فرونسي وعندي باسبور تونسي سو ميساج سادريس ا تو لي تونيزيان او الجزائريان او ماروكان او ليبيان ا تو لو موند عرب انا قاعد توا اوتاج في تونس جو سويز ان اوتاج دون مون بروبر باي وباش نعمل حاجه اللي حتى واحد ينجم يسمعها عليا باش نعملها نحب شكون يسمعني حتى واحد مسمعني حتى بروكيرور مسمعني حتى جوج مسمعني انا لبس عليه وشوف شنو يعملوا فيا انا نفهم فيكم اي سوار قاعد نفهم فيكم نزيد نوصل مساج حطوني في الحبس انا نحب نمشي الحبس وما تقوليش حبس تونس ليش كيما حبس امريكا عملت الحبوسات الكل مكسيك تايلاند عملتهم بورتوريكو عملتهم امريكا عملتهم فرنسا عملتهم حطوني في الحبس خاطر لو كان انتوما تحطوني في الحبس نعرف اللي انا في الحبس ونعرف اللي باش نعمل المستهين باش نخرج من الحبس ما انا تو قاعد في تونس ما عرفتش علاش قاعد في تونس نحب انا نمشي الحبس I just wanna go in a jail. فهمت؟ نحب انا نمشي الحبس. خاطر ما عرفتش علاش ما نجمش انا
ماشي ميامي. Fuck you!